متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في بث مباشر جديد. معاكم اسماء اسماعيل من الاسكندريه. احنا موجودين في سوق سمك ابو قير، يعني الغرابه كلها وكل الاسماك اللي ما متوقعش انك تشوفها هتلاقيها هنا. احنا اللي انتم شايفينه دلوقتي ده سمك اسمه محريه، هنعرف التفاصيل كلها منه وهنرجع لكم. ده محريات حر. انا اسمي علي مشالي، شهرتي انا ما بشتغلش غير في السمك ده، بس صدفة لما تلاقي عندي اي حاجة تانية بجيب محريات وبجيب قرش وبجيب اي سمك سكينة بيتقطع لوت. السمك كله ما شاء الله، سمك بتاع يوم بتاع سعد سيد. بص حضرتك، هات الكاميرا سواء على الكابوريا مثلا، كلها بتبقى صاحية كده. والأسعار بتاعتنا كويسة جدا، بره تلاقي المحرات دوت بيتباع ب 120 وبيتباع ب 100، بنبيع ب 80 75 وب 70 أوقات. والكابوريا ديت الناس بتبيعها ب 100 ب 80 جنيه. كابوريا نمرة واحد كلها مليانة نتايات، والدكورة ب 50. دي كابوريا ذكر ب 50، تمام. وعندي ده دنيس، دي تشكيلة كده جمبري ازازي وقرطين صغيرين وموسى ودنيس. دول شوية سمك كده يعملوا لهم زي 200 جنيه ب 150. والكابوريا الكبيرة ديت، ده المحرات دوت بقى حاجة تانية خالص. ده لحم صافي بيتسلك، بيبقى لحم صافي، العظم بتاعه مفيد جدا سواء اللي عنده خشونة في العظام أو للأطفال. العظم بتاعه الغضاريف بتاعته طريه جدا زي القرقوشه اللي في الفرخه، وهو لحم صافي يتشوي على الجريل، يتعمل مقلي، يتعمل طاجن، صينيه بطاطس، تمام. واللحم بتاعه ابيض بفته، يتعمل بانيه بالبيض والبقسماط برضه بالفيجيتار نمره واحد. دي كلها لو حد عايز يشتريها كامله. ايوه، انا بوزنها زي ما هي. مثلا دي سمكه في حدود كيلو ونص، تمام، بتصفي لها كيلو لحم بعد التنظيف، بس انا بوزنها زي بوزن للزبون زي ما هو، تمام. بوزن السمكه سليمه وبعدين انضفها له وهو واقف، ما بناخدش حساب تنظيف ولا حاجه. التنظيف دوت واجب من الفرش. ده بيصطادوها بالصنارة، بيبقى ليها شغل معين، بيطعموا لها جمبري او حاجه اسمها عقارب اللي هي بيقولوا عليها صراصير البحر ديت. دي الطعم بتاعها، يا جمبري يا عقارب، بيشتغلوا عليها بالصنارة لان السمك دوت اوقات اغلبيه اوقاته بيردم، بيبقى بيقعد في الرملة، فالطعمة بتاعته بتبقى على الأرض. أنا أوقات بسرح في البحر فبنصطاد، بنشتغل عليه كده. فهي سمكة ما شاء الله يعني خطيرة. فرصة سعيدة، شكرا لله. متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين كده احنا موجودين في حلقه سمك في ابو قير. يعني زي ما انتم عارفين دايما بنيجي هنا نتابع معاكم الاسعار واجود انواع السمك هنا في حلقه السمك، وبنتابع معاكم كمان مزادات السمك من هنا.
نبتدي بقى حاجة حاجة هنا بقى. قولي بقى سمك التونة صار بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا ديت التونة، ده الكيلو بتاعها عامل 70 جنيه، السمكة من اول كيلو لحد 2 كيلو تمام. وعندي مرجان كده، ده الكيلو بتاعها عامل 120 جنيه، وفي دنيس ده ب180، والكبير بتاعه دنيس بتاع صنار كله حي، ده الكبير بتاعه هو. ده دنيس الكبير بتاعه دوت عامل 250. ده الشاوي قال لي تعمل اي حاجه، في حاجه كده نوع كابوريا لسه صاحيه اهي. كل السمك بتاعنا كده كله فريش، من المركب من الصياد على طول، من الصياد على الفرش. في حاجة كده، ده نوع من انواع الوقار اسمه جرادي، ده الكيلو بتاعه 200 جنيه. ده شاوي قلي صواني سنجاري يتعمل اي حاجة. في اروس، ده الوسطاني الواحدة نص كيلو لحد 700 جرام، ده الكيلو بتاعه ب200 جنيه. وفي اروس كده السمكة من اول كيلو لحد 2 كيلو و3 كيلو، ده الكيلو عامل 220 و230. ده قلي برضو شوي صواني بطاطس شرب تعمل اي حاجة. في اللي هو البربون الحجر دوت، ده اللي هو الاصلي اعلى نوع بربون، ده الكيلو بتاعه عامل 350 جنيه، ده تخصص قلي وممكن يشوى بالزبدة. في دوت برضو اعلى نوع من انواع المرجان، ده قلي وشوي. في بوري البحر دوت، ده ب100 جنيه، وعندي بوري مبطرخ كده كله دوت كله مبطرخ مفهوش فاضي ب120. وفي شراغيش الواحد من اول 400 جرام لحد 600 جرام ده ب140 جنيه. ده شاوي بقى زيت وليمون تحفة. في سبيت كله فريش كله بالحب يا معلم، كله صاحي قالي شاوي طواجن، اتعمل فاهيتا، اتعمل في الشرب.